المؤتمر عايز سلمى وين دينك مولوال وسيريا نحن كدينك مولوال أتينا إلى هذا المؤتمر كمراقبين فقط بكيفية نتعلم عن إنه كيفية معالجة القضايا التي تصاحب عملية الترحال من المسلمين. في هذا اليوم تحديدا نحن كدينك مولوال مع المسيرية العجائرة قدمنا بعض الأوراق بكيفية إنه المشاكل التي قاعدة تصاحب عملية الترحال من المسلمين. من ضمن أوراقنا نحن حددنا الإشكالات والتحديات التي كانت تواجه عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة. كذلك النسيرية رأيهم الذين يرعونهم هو الذي يعمل على نسمة النسيج الاجتماعي في عملية مؤتمر تقام لمناقشة هذه المشاكل. وهذا المؤتمر سوف تقام في أويل هنا في هذه المدينة في تاريخ ما بين يوم 22 أو فوق في هذا الشهر الجاري. في ذلك المؤتمر سوف نتناول التفاصيل الدقيقة لكيفية معالجة هذه المشاكل. المشاكل بتاع وجود بتاع المواد المسلحة الذين يعملون على زعزعة الأمن في المنطقة بين الهند والآخر. في ذلك المجتمع برضه كمان سوف نعمل على انه كيفيه الحد من المشاكل اللي قاعده تحدث بين الهند والاخر. دي كلها نعتبرها مشاكل ونتمنى انه ياتي ذلك اليوم وما يحصل اي شيء مكروه في الوسط هنا لكي نقدر نعمل انه نفتح افاق جديده بين المجتمعين لكي يتعايشوا في سلام وعام وان يكون الجيره كما كان من قبل. شكرا جزيلا.